السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم. الكشف عن خسائر البحرية الأمريكية جراء الضربات اليمنية، وإلى التفاصيل. كشف موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي المتخصص بالشؤون الاقتصادية عن حجم الخسائر التي تتعرض لها البحرية الأمريكية جراء الضربات اليمنية المساندة لغزة. وقال الموقع في تقرير إن البوارج الأمريكية وحاملات الطائرات أطلقت صواريخ بقيمة مليار دولار في محاولة لمواجهة هجمات القوات اليمنية خلال الأشهر الستة الماضية. وأشار التقرير إلى أن المقاتلات الحربية الأمريكية حلقت منذ بدء العمليات اليمنية حتى وقت قريب لمدة 27,200 ساعة. وكان موقع الشيوعية البريطاني قد كشف أن تكلفة تحليق مقاتلة أمريكية واحدة من تلك التي تتمركز في البحر الأحمر تبلغ 22,000 دولار للساعة الواحدة. كما أشار موقع بيزنس إنسايدر إلى أن عدد الطلعات الجوية للقوات الأمريكية لصد هجمات اليمن بلغت نحو 12,100 طلعة، وتأتي الخسائر الفادحة في ظل إقرار أمريكي بريطاني بالفشل في فك الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية. وهذا هو الموقع أمامكم كما تشاهدون على الشاشة، منشور في شهر مايو كما تلاحظون، وهذه هي الصورة الخاصة به، هذا هو عنوان الموقع بيزنس إنسايدر. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.